شوف تبغى كان يلا تعال يلا 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 ايوه انت ايوه ايوه دخل 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 راسك كمل ايوه 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 بس بس خلاص انا ملك جاهم. أعزائي المتابعين رما كنتم متيب ابن أبي نديم السقلي في هذا الفيديو الجديد والجميل والرائع اللي من خلاله في واحد داش فجأة زبدة في فيديونا لهذا اليوم يا شباب. معنا اليوم أستاذ ميس ميس أستاذ ميس كابتن اسمه. طيب التحدي اليوم مرة سهل، تفوز تحصل على نص مليون ريال، واللي يخسر يتلسع. والله معليش اللي يخسر يتلسع. هو المفروض احنا كان المفروض احنا تكون ثمانية، بس واضح في ناس كثير يعني يوم سمعوا عن اللسع واختفوا. طبعا ما قلت لك ان اللسع كيف بيكون صح، انا قاعد استناك تقول حيجيك واحد بصاعق كهرباء ان شاء الله بكرة، بس عادي عادي يعني ما هو شيء يوجع مرة. المهم تحدينا لهذا اليوم راح يكون مرة ايزي، اوكي شيء كده سن هلا انت ليش قاعد تتخطى هرجة انه حيجيك بكرة واحد يلسعك؟ انت كده خوفتني من كل النواحي. اقول لك انا مراقب؟ لا 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 انا ما ادري، ما اعرف حتى عنوانك نهائيا. نبدا فيديونا لهذا اليوم اعزائي المتابعين. تضحك تاخذ نقطة، طيب اللي عنده نقاط اكثر يخسر، فاهم شلون؟ يب جاهز؟ انا جاهز. البنت انشلت يا اخي، طلعت اصوات غريب قرد. معنا استاذ بسام ميس وبسام شاركين معانا في الرحلة. بما ان انت تأخر كم فيديو ما شاف معانا فيديوهين صح؟ بالله كابتن كنترول حط لنا نقطتين تأخير. ليش؟ والله معليش يا صاحبي تجيب تأخر، انا مدير وهذه المنظمة مدري مؤسسة من يعني فهمني صح؟ انه يعني عشان دقنك اكثر من دقننا. يلا 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 عشان يعني هو اللي نبح وهو اللي خاف وهو اللي نحاش. انا ماسك نفسي. نقطع عليك. ايه ضحك ضحك نقطع عليك. مين اللي ضحك؟ انت ضحك. انت ضحكت. احنا شايفين لا ايش ايش الحركات ايش فيه؟ حطت ميود مسوي فيها ذكي. ايوه نقطع عليك انت خلاص كنت شيل نقطة من عندي. اوف درو خروش ايش لو قال وش تحمست معاه في انه قاعد يشيل المعقم، بس مو لدرجة انه كابتن تعطيه طاها واحدة سب. بس شوف في الاخير اعطاك اعطاك ان النكهة عرفت عجبتني. لا اوه خلاص هذه الصفحة خسوة العن. طيور عجبك الوضع ها؟ الموضوع في مخيلته هو. لا ضحكوا جوة مخه مو المقطع. كمل كمل كمل. حلو، واحد ضد ثلاثة يا شباب ها؟ Długo to nie potrwa. No nie, zdecydowanie długo to nie potrwa. Nie ma możliwości, żeby... Ale lemmedżemme ejal al-hara. Ejo. Bre, pomiedli, strzelaj! Dawaj, tyni. Rieskę nie... Bre, porwał! Moriciu!
اخوي وات اهم شيء انه بعدين قال اسمع بعدين ركز قال اخوي اسمع اخوي This is the Russian people. أقوياء صح. قويين. مرة قوي. حلو هذا كيف تعبي يعني بنزين في يوم طبيعي في روسيا في 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 روسيا. هو شو هذا problem؟ دج. واحد يقبع منه. لا لا مستحيل يوقف المقطع. المقطع شكله ما يبي. ليه يا أختي؟ ليه 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 حرام سيارة؟ سؤال ليش؟ ما تدري ترفع من ضغطك منها ولا من المقطع اللي قاعد يقطع؟ أبا حرق جده ماتوا سواهم تيكا مسالة رجع المقطع شوية تيم دقيقة بس رجع المقطع شوية أيوه شوف اللي بيجي هذا يعني. عبسي شو. هذا انتهى هذا خلاص حلو هذا خلاص لا 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 شو نفسه بالله أمانة صراحة يستاهل جائزة تصريفة السنة يعني مو بس سلم وعطاها رقصة كذا ورا بعض حلو اوه راحت خديجة ماتت مزن اوه طيب كل الاماكن ما يقبع الا هنا عند الدوريات المشكلة احترقت اي طب الله يعطيك العافية يا عسكري والله شغل هذا عشان أكل له وينحرق أيوة ستموتوا في الأضواء أنت شو طالع في العسكري فك الفلاش أول بعدين طفى حس إنه ما يحتاج يضيع بطارية أوكي أيوة لا تقول لي كرشها لعنة الله والله جابها جيب قلبي حزنت عليها اوف والله جابها والله الان لانها قليله ادب وهذه مدعاه للانحراف وهذا شيء احنا ما نرضاه صح اوه اوكي اتهور هذا قلت شفته ايش فيه يا حبيبي طب كمل ما انتبهت اللي صار انت اما بعده قديم الفيديو السلاح ايوه طاح السلاح من ايده بعيد شوف وجهه عيد المقطع شوف وجهه ايش سوى ليه ايوه طق والله ما يحبه والله مخزنها له يمكن الحين 4 سنين كلب جابها في الراس على طول احمد ربك انه في الخوذه مو قدام أوه. أوه. أصمله سبايدر مان بس ليه لا ما حسيت انت يعني حرفيا كان عنده فرصة انه يريوس من زمان هو كان بيقلد ذا فاست اند فيوريوس الجزء الثاني صح يوم يعبر ايه بس ما ضبطت معاه السيارة السيارة ما تساعد اوه انخفس تعرف هذا معنى اطبعبه وبس اطلع جاي اشتري واحد جديد تاع الموضوع طارت الطيارة كمل خلنا نشوف الغبنة كمل خلنا نشوف الغبنة لازم بعد يطول جي معوضين معلم جي برو جي والله ما طلع كأنه لطمه في وجهه لطمه مو هينة حطه سلو موشن يمديك بس هذا أبطأ شيء
شوف شوف دحين الكف يغير ملامح وجهه ذكرياته حياته كاملة. بس ركز انه هو كان واحد. متحمس عرفت؟ مكفاين ينط في الهواء ويرجع يلقم كف ويجي هدف عليهم كمان. حتى اللي هناك ترى تأثر من الكور. بس عرفت لاحظت يعني شوف شوف هنا شوف ركز اللحظة هذه حرفيا تغيرت كل قرارات حياته تماما. تتغير وجهه بالضبط إنسان ثاني عرفت؟ لما يقول لك إنسان ثاني يعني مو بس تصرفات إنسان ثاني بكل معنى الكلمة وجه وتصرفات وكل شيء. لا ما في صوت الحمد لله أنا ما في صوت عرفت؟ النظرة النظرة عرفت اللي أعطانا هذه خلاص انا موت اتوقع حلو بصور بالجوال ايش سوى مصطفى اوه اتوقع مصطفى طاح جواله تصدق شوف 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 والله الايباد انفك الايباد وطاح مسكين مسكين وانا بصور له عندي اربع جوالات مش المنصه انت جو جو لا اهتمامك انت مره ما اهتمام اتوقع انت طالع في الكاميرا طالع طالع في الكاميرا طالع دقيقه دقيقه متين طالع في الكاميرا عندي جاب راسه عندك تعال هذا شلون جاب راسه عندك شوف تبغى اجين يلا تعال يلا يلا, يلا. ايوه انت ايوه اجين ايوه دخل 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 راسك كمل ايوه, أيوة. ايوه ايوه بس بس خلاص خلاص هذا منح جاب هذا لا لا هذه لقطة المقدمة معلش اسمع حريم بالجم احسهم يعني عرفت دائما في عيد ايه هو في عيد تيك توك اي ام جوينج تو فيت ماي اون لوكر لوك ات اي جست ديد ذا دور شوت او هاو ماتش شوت ديد اون ماي سيلف ذا دور شوت اند ايفرثينج اي نو This isn't my locker. It's 38, right? I'm 36. Okay. This isn't. Why the freak would you get into my locker? Because it was the only one open. Open your own locker. No, there's no point in that. Okay. I already told you it's 45, 25, 41. Yeesh. No, oh my god, funny. Y'all are literally go get somebody or something. I need to get out of this locker. Guys, it's literally my god. Guys, it's literally so hot in here. Please get me out. Okay. Go get the tea. اهلا اهلا بالعيد. مرحبا مرحبا بالعيد. ايه حرفيا عيد الموسم وهذا كان تصريفة الموسم. هذا عيد الموسم. المشكلة تركت الصالة، تركت المجلس. تركت البيسمنت حق بيتهم ليه؟ بالجيم بالجيم هذا بس السؤال يعني إذا بالجيم بالجيم إذا تبغى تفلي أمها يعني خزانتك يعني راحت يقولك شفت خزانة هذه مفتوحة فقالت تدخل فيها حلو وكذا أعزائي المتابعين خلصنا الفيديو كابتن بالله حط لهم النتيجة فوق هنا واضح بأن ميس خسر جهز حالك حاجك واحد بصاع كهربائي بكرة وأنت في الدوام والله لا يصحي بغير الشقة أنت بطل هاك العد تهكر ما سمعتك آسف معليش لأن الجهاز طبيعي جدا وما في أي شيء حق ما أعرف شنو يعني هاكر فهذا كان عندنا اليوم لا تنسون لايك سبسكرايب شيء ضجة قلبي جدا جدا and stay safe babies سلام. لا 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 سو سنك لايك ها سو سنك لايك لا لا غلط كذا كذا سبسكرايب يا نور العين عاد كملها في المونتاج سنك لايك سلام.